ربما سيد كريستيان، أنت تحدثت عن ملف الهجرة. ملف الهجرة ربما هو من أكثر الملفات المؤرقة للجانب الأوروبي، مع العلم أنه ربما في مصر لم تخرج من السواحل المصرية منذ عام 2016 أي مراكب للهجرة غير الشرعية، مع العلم أو مع الوضع في الاعتبار أن مصر تستضيف حوالي 9 مليون ربما مقيم أو لاجئ أو ربما من الجنسيات الأخرى يقيمون داخل الأراضي المصرية. المقاربة الأوروبية في التعامل مع هذا الملف سيد كريستيان، ونحن نتابع ما يأتي من إيطاليا، ما يأتي من بولندا وألمانيا، وهذه الخلافات المحتدمة في الداخل الأوروبي حول ملف الهجرة. نحن نرى مصر كشريك مهم جدا في مجال الهجرة، وكما قلت من قبل إن مصر دولة مقصد ودولة عبور، وكذلك أيضا دولة مرسلة للمهاجرين. ومن ثم فعلى سبيل المثال لدينا برنامج يقدم الحماية أو الدعم الاقتصادي الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين في هذا البلد. فأنتم تعرفون اللاجئين هناك منهم السوريين في مصر، وعدد كما ذكرت أيضا عدد كبير من المهاجرين الآخرين الذين أتوا لهذا البلد، وآخرهم هي حركة الهجرة من السودان في الشهور الثلاث الأخيرة. ومرة أخرى أيضا هنا نحن منذ بداية الأزمة شاركنا في العمل بشكل مشترك مع مصر ومجتمعها المدني فيما يتعلق بأعمال إغاثة على الحدود، وكذلك أيضا 20 مليون يورو قد أعلنت من أوروبا مساعدة لمصر للتعامل مع الموقف. فأنت قد ذكرت وأنت على حق أنه منذ عام 2016 لم تترك قوارب للهجرة غير النظامية خروجا من مصر إلى أوروبا، ولكن في العام الماضي العديد من المصريين وصلوا إلى إيطاليا في العام الماضي من ليبيا، لم يخرجوا من مصر في الحقيقة بل من ليبيا تقريبا 20,000. ومن ثم فهذه قضايا نحن في حاجة لمناقشتها، ونحن نخرج من خلال ذلك إلى عدد من الأنشطة التي نظن أنها من شأنها أن تساعد مصر وتساعدنا في قيادة التدفقات خاصة بالهجرة، وليس هذا وحسب بل كذلك أيضا منع المآسي التي تحدث في عرض البحر المتوسط، وكذلك أيضا معاناة الأشخاص الذين يعبرون الصحارى والبحر المتوسط وصولا لأوروبا. وبالتالي نحن نتخذ إجراءات فيما يتعلق بمسألة العودة وإعادة التأهيل وإجراءاتهما، وكذلك أيضا فتح مسارات قانونية للهجرة من خلال خلق فرص العمل، وكذلك أيضا شراكات بشأن المواهب وغيرها من الأشياء التي تفتح النوافذ. لذلك على سبيل المثال ألمانيا وإيطاليا لديها احتياجات معينة للمهاجرين حتى يأتوا إلى بلدانهم. كذلك أيضا نحن نقدم دعما ومساعدتنا فيما يتعلق بإدارة الحدود، وهنا في ذلك الجانب كذلك نحن لدينا عمليات الإغاثة والبحث، فهي مهمة جدا، وبالتالي فالهجرة مهمة جدا في التعاون الثنائي المصري الأوروبي، وهي قضية تحتاج إلى مزيد من العمل عليها وتطويرها. وفي المستقبل القريب في الشهور سوف يكون لدينا اجتماع مع مصر حول الهجرة، وأنا على يقين أيضا بأن المفوض الخاص بالشؤون الداخلية سوف يكون معنا أيضا في هذا في هذه المناقشة. نعم سيد كريستيان، ربما هذه المنطقة تعج بالقضايا الساخنة، وأقدمها وأكثرها أهمية على الإطلاق هي القضية الفلسطينية. ما هي المقاربة ربما التي يتعامل وفقها الاتحاد الأوروبي مع القضية الفلسطينية وحل الدولتين؟ موقفنا لم يتغير على مدار أكثر من 40 عام منذ الثمانينات من القرن الماضي. المجلس الأوروبي قد دعم حل الدولتين وقال أنه لا بد أن يكون حلا لهذا النزاع. منذ ذلك الحين كنا نعمل على هذه القضية ونتمسك بموقفنا فيما يتعلق بلزوم حل الدولتين، وكذلك أيضا مساعدة السلطات الفلسطينية في خلق
وبناء مؤسساتها وبنيتها التحتية التي تحتاج إليها لكي تقوم الدولة الفلسطينية. ومن ثم فهذين هما العنصرين الرئيسيين اللذين نقدم فيهما الدعم. وها هنا نحن أيضا نحن لدينا توافق مع الوضع المصري فيما يتعلق بدعم مصر لحل الدولتين، ونحن ندعم الجهود المصرية في قطاع غزة لتقليل التوترات وكذلك أيضا للعمل على مسائل الصلح ما بين غزة والضفة الغربية. ومن ثم هناك العديد والعديد من العناصر التي تقوم بها مصر ونقوم بها نحن، وهناك قواسم مشتركة بين هذا وذاك، ولكن الأمر يتعلق في النهاية بحل الدولتين. وفي نيويورك كان لدينا اجتماع مهم هناك وفي نيويورك، وكانت مصر موجودة في هذا الاجتماع، وكانت الفكرة أن نعيد التأكيد على أهمية حل الدولتين، وكذلك أيضا التأكيد على مبادرة السلام التي تم إطلاقها في مطالع الألفية، ولكي نبين ما الذي سوف يحدث عندما يحل السلام أخيرا. حاليا لدينا مجموعات عمل، الكثير منها يعمل مع شركائنا، منها في الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية وغيرها من الجهات لبيان وإظهار مدى نجاعة حل الدولتين وبيان الوضع الذي سوف يكون أو محل الأمور عندما يكون حل الدولتين موجودا. ومن ثم فنحن نحتاج إلى إحياء حل الدولتين دائما، وكذلك أيضا لابد من إحيائه في وقت يواجه فيه العالم العديد من التحديات والصعوبات الأخرى. وكما قلت، هذه من أقدم القضايا في الشرق الأوسط، ونحن علينا أن نواصل إيجاد حل لها.